ميرسي شير بوبليك. مرحبا بكم السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تحبوه مالا. يعطيكم الصحة، ميرسي، مرحبا بكم، مرحبا. أقوى 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 يا عايشة، كمان أقوى يا عايشة. كريم، لا 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 لا. ميرسي. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من برنامجكم مالا توانسة. ومش شنفكر المرة هذه، خاطر لين مساطت الحكاية كل حلقة وانا نفكر اللي مالا توانسة جاي في المرتبة الأولى نهار ثلاث. بالحق لين ميرسي. كامبيوني كامبيوني. هذاك علاش معناها ياسر، كل جمعة ما عادش حاجة جديدة، كل جمعة نقول مالا توانسة نهار ثلاثة الجمهور يفرح والكل، وربي المرة هذه نعرف معناها استنستوا بها الحكاية، عم باش نمثلوها وعملوا روحكم فرحانين باش نقولوا بها. كالعادة كالعادة نهار الثلاث برنامج مالا توانسة احتل المرتبة الأولى. روتين روتين نعرف، وسعوا بالكم معايا شير بوبليك، روتين وبفارق شاسع بفارق شاسع على بقية البرامج. يعطيكم الصحة، ونحب نقول زادة راهو تنجموا تربحوا شطر ال 100 مليون، تبعثوا ام على 85811، ام على 85811. يعطيكم الصحة وميرسي المشاهدين على ميساجاتكم، يعطيكم الصحة. وتو نحب نقول للسادة المشاهدين حلقتنا اليوم سبيسيال، راهو برشا ضحك وبرشا جو، وجاونا زوز عائلات منورين ومحلاهم. نحبكم نحبكم، تصفقوا لي وتفرحوني برشا بعائلة العوادي. كبار عائلة العوادي جاونا زادة، عائلة محلاهم ياسر، عائلة بن عياد. مرحبا بكم، مرحبا بكم شيماء وفرح. تحسكم في الالوان معناها علاش هما زوز كيسان حليب الباقي في الاختيار؟ شوكولا فني. نحترم الشوا نتاعكم، نحترم الشوا نتاعكم. مرحبا بك شيماء. عايشك ميرسي. فرح مرحبا بك. امل، ايمان، سناء، شكون اللي دبرت عليكم باش تجيو للبرنامج؟ احنا الكلنا فان على الاخر بالبرنامج وكريم بيان. يعطيك الصحة، مش حاجة جديدة. مش حاجة جديدة، مش حاجة جديدة. دونك كلنا قررنا نحكونا مع بعضكم، تكلمتوا فرد وقت. اي حبينا نفرجوا فيك فرد وقت، اي كلنا كلنا والله. تو نجيكم وقالوا لي عندكم دخلة سبيسيال محضرينها. ان شاء الله. تصفيقة زادة على عائلة بن عياد. افرحوا لي بهم، بين بين عائلة بن عياد. مرحبا بكم. صحيح بن عياد. ميرسي ميرسي بوبليك، يعطيكم الصحة. بن عياد بن عياد، عايدة وجدي ضحى عبد الرحيم وجاسم. مرحبا جاسم، عامل دراب وحده كلهم في الأخضر. خضر بالأخضر، خضرها جاسم. تنجيك جاسم، مرحبا بكم. شكون جات في مخه باش يجي للبرنامج؟ أنا. أنت قررت كركرت؟ أنا مولات العاملة الباهي. أنت مولات العاملة وهم عينهم باش يجي ولا؟ لا لا عينهم ما ياكل، يتمحمحوا يدلوا زعما زعما يدلوا زعما زعما. أو هي هي وجاو تصفيق على عائلة بن عياد. أتمنى نرجع لكم نتعرف عليكم أكثر. خنشوف خنشوف عائلة العوادي قالوا عنا دخلتنا وعنا جونا والكل، خنشوفوا الجو اللي محضرين هنا. تاخذوا راحتكم، البرنامج على ذمتكم. مرحبا بكم، أعملوا شو تحبوا. لهنا بالجو نتاعكم لهنا. جاو بحذانا، تفضلوا بحذانا الدار دار. مرحبا بكم. بالوحدة بالوحدة كريم. بالوحدة بالوحدة. بالوحدة بالوحدة. نتصافوا وبالوحده بالوحده. قال لك دخلتنا بالوحده بالوحده مش مع بعض، بالوحده بالوحده. هاي حطوا لهم جوهم، حطوا لنا الغنيه Woo!
يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. برافو. جمهور في نشاط غير عادي. نشطونا الجمهور يعطيكم الصحة. أنا كنت نتخيل دخلة معناها أكروباسي وتكلمين في الموزيك. أما سامبل 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 يبو عجبتكم الجمهور تحبوا عاد نكون تحبوا يعطيكم الصحة سامبل يبو تبارك الله عليكم البنات تو نجي وبعد نحكي معاكم شنو تقربوا لبعضكم تعرف وقت عايش بن عييد شنو؟ عندكم الجو بتاعكم؟ خليك احكي لي فارغة وين الجو بن عييد مرحبا بك كيف؟ ناخذ الميكرو من عندهم كرسي جيبوا لهم كرسي جيبوا لهم كريس ايش بينا هلا هلا ايش بينا خمسه والخميس علينا هلا هلا في الحوار هلا هلا في الحوار نعملو جو كبار وصغار هلا هلا يا كريم هلا هلا يا كريم رانا جينا متحزمين هلا هلا يعطيكم الصحة برافو 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 يعطيكم الصحة عايش بن عييد ايش بينا هلا هلا ايش بينا جو محليه جو محليه يعطيكم الصحة خلنا بديو خلنا بديو ما صفقتوش عليهم بالقدا صفقوا على بن عييد يعطيكم الصحة في الكلمات والابداع ايش بينا هلا هلا يعني ظهرها سنين كنت تكتب صفقوا لي توا على زوز عائلات باش نمشيو للجوله الاولى صفقوا لي على شيماء من عائله العوادي يجي بحذايا شيماء وعايده من عائله بن عياد مرحبا بك مرحبا بك شيشي عايشك ميرسي مرحبا بك اي ما كنتش تربيزه عيدوده 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 شيماء مرحبا بك شو تعمل شيماء في حياتك؟ والله قريت بيلوتاج وبعدي كان نقرا في قرايه اخرى حتى ننجح تقول عليها باش تسوق سوق طياره سوق طياره سوق طياره وجميله سوق سوق ولا شيماء خويا ولا شيماء طايرين طايرين دار العوادي طاير باش ترجع تتعلم انت تم بديتش تسوق في ليه بسقط عملت سويعي عملت اما توا نعمل في قرايه اخرى توا قرايه اخرى سقط صحيح تصفيق على شيماء برافو نختم على روحك ان شاء الله نطلع معك مره في الطياره ان شاء الله والله ان شاء الله تعملين دورة في الطياره شنو يقربوا لك الفتيات الجميلات؟ باهي الفتيات الجميله الاولى هذيا فروحه فرحه هذيك شطري فروحه فرحه هي شطرك والاخرى ربعك هيا شوية شوية هذه بنت عمي أمل بنت عمي وإيمان أخت فرح بنت عمي إيش يجيب صغار عمك هذيك أختي وشاطري فادي شاطرك الثاني أختي هذيك كل دجاج روتي شاطري الفخذ هذيك الكويس الأخرى ما عرفوش أختي قلبي قلبي قلبها قلبها هاك فهمنا تو هذه شطار اخرى قلب فما واحده من باسميت تحس الكبد والكوانز نتاعك امل امل شنو ركبتك امل مرحبا شطري الاخر شطري الاخر هذيك برزوم لحظه درس العقل امل درس العقل والله لي قلبي قلبي كلهم قلبك محلاكم وتصفيق عليهم مرحبا اسمع نقصينا زوز رانا مازالوا فما زوز مرازي عملوا سبعه نقصينا نورشينو وي اي تحية جيبوا بنات يوسف العائلة عايدة مرحبا بك عايدة شتقرب الوجدي وضحى وعبد الرحيم وجاسم وجدي راجلي عشيري راجلي اختي وخويا الكبير وسلفي انت ظاهر سلفك ظاهر سلفك ما الكل لابسين في الورك انا هو اختي مرحبا بكم مرحبا بكم معنا تركزوا معايا في السؤال الاولاني نشوفوا سؤال لاني قديش فيه من اقتراح
السؤال الاولاني فيه سبع اقتراحات يا شيماء ويا عايدة. والسؤال يقول: سمي مسلسل تونسي قعد في بال التوانسة. خطاب على الباب. الخطاب على الباب. الخطاب على الباب نشوفه. الخطاب على الباب في المرتبة الأولى. الخطاب على الباب نكملوا معاك عايدة تنجيوك شيماء. محلاه. الخطاب على الباب ملا موزيكا وملا عالم، مسلسل قعد في تاريخ تونس، وتحية للي مثلوا فيه الكل، نقول لهم يعطيكم الصحة. للمرحوم صلاح الدين السيد. نبداو معاك وجدي، سمي مسلسل آخر. منين متاع روسية؟ منين متاع روسية؟ منين متاع روسية؟ ماهوش موجود. مسلسل ناجح، أما التوانسة اللي سألناهم ما قالوش منين متاع روسية. الضحى حسب رأيك مسلسل قعد في بال التوانسة. دوار. دوار. الدوار، نشوفوا الدوار موجود ولا الدوار. موجود الدوار. موجود الدوار، أنا نبهت كيفاه زوز بركة قالوا الدوار، يمكن شباب اللي سألوهم خاطر الإعادات قاعدة متاع الخطاب على الباب والكل، نتصور نورمالمون أكثر يقولوا الدوار. عبد الرحيم حسب رأيك مخ، عبد الرحيم يشبه المستر بين. صحيح ولا لا؟ يمكن قال انت ازمة مريم احتجبك، انت ازمة تنوميس عنده تنوميس مستر عبد الرحيم حسب رايك مسلسل قعد في بال التوانسة. مكتوب. مكتوب. مكتوب، نشوفه مكتوب. مكتوب موجود في المرتبة السادسة. مكتوب. موجود مكتوب. جاسم مسلسل قعد في بال التوانسة يا جاسم. أولاد مفيدة. أولاد مفيدة. أولاد مفيدة، نشوفوا موجود ولا أولاد مفيدة. موجود. 19 تونسي قالوا أولاد مفيدة. نرجع لك يا عايدة، مسلسل قعد في بال التوانسة. شوف لي حل. شوف لي حل، نشوفوا اسكو مسلسل ولا سيت كوم. هو شوف لي حل، نشوفوا ينجم يكونوا التوانسة جابوا. شوف لي حل. موجود في المرتبة الثانية. شوف لي حل، وشكون فينا ما ضحكش على شوف لي حل. المسلسل يمكن الوحيد اللي ما يموتش قد ما يتعدى ما تشبعش منه. وجدي حسب رأيك. مسلسل غادة. غادة، قال وجدي غادة. نشوفوا غادة موجود ولا غادة ماهوش موجود. غادة حضروا رواحكم، فريق العوادي عائلة العوادي حضروا رواحكم. ضحى مسلسل قعد في بال التوانسة. حكايات تونسية. حكايات تونسية. حكايات تونسية. حقائق الأربعة نتصور. حكايات تونسية. موجود أما ما قالوش عليه التوانسة. كملوا مع عائلة العوادي. عائلة العوادي تعطيوني إجابة واحدة، مسلسل قعد في بال التوانسة باش النقاط تمشي لكم ليكم أنتوما. ليالي البيض. ليالي البيض. ليالي البيض موجود ولا ليالي البيض موجود. و86 عائلة العوادي. في الابيض انتم باش بعدكم. ليالي البيض 86 نقطة، عائلة العوادي 0 نقطة، لعائلة بن عياد. السنة المشاهدين اكيد جاوبوا برشا على المسلسلات، خلينا نشوفوهم مع بعضنا. في المرتبة الرابعة صيد الريم. يا صياد يا ظالم ما تنسى. هكا ليك انت الاغنيه ذيك. صيد الريم مسلسل قعد في بال التوانسه، محلاهم مسلسلات نتاعنا ومحلاهم جونا. خلينا نمشيو توا للسؤال الثاني وتجي بحذايا فرح وجدي. يفرحوا لي فرح وجدي. فروحة مرحبا بك. عايش فروحة. فروحة مرحبا بك وجدي. عايش بك اكيد. مرحبا بك وجدي. عاشك بك. شحال شنو الدنيا شنو الحمد لله يا رب. تنجيك وجدي فرح. هي قالت شطري شيماء، وانت شطرها وهي شطرك زاده. شطري. تحبوا بعضكم انتم قراب لبعضكم. على الاخر من اللي تولدنا مع بعض. السته بدوا مع بعض قديه؟ خمسه. سبعه. سبعه احنا تسعه على بس. تسعه بنات. ماشيين وتزيدوا بالزوج. تجي الاخرى تكون 11. بديت البيت. احنا تسعه. خاطر فما زوز مازالوا قواصر. جينيراسيون جديده. قواصر حسيت قوارص. قواصر ما مازالوا موجودين. احنا برنامجنا كل بواط.
موان 18 ans ما يدخلوش وكلكم بنات ما عندكمش ثلاثة أولاد ثلاثة أولاد وربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله ديما ملمومين ديما شطرات بعضكم بال تحبوا بعضكم وجدي وجدي الغالي شنو عاملة فيك المدام مريقلة لا صافا الحمد لله لاباس جاوب بيه عندك غير بيا وجدي أم حلال شوية منين تاع يوسية في حياتي شنو هي تعمل في حياتي؟ حاجة مهمة أني نقول شنو نعمل في حياتي؟ بالطبيعة مهمة ياسر شنو هي تعمل في حياتي؟ أنا أوبتيسيان أوبتوميتريست أوبتيسيان أوبتوميتريست يعني تاع لاهي بتوسكي إي دي لونيت فما أوبتيسيان لونيتي فما أوبتيسيان أوبتوميتريست فما معناها الأوبتيسيان اللي لاهي باللوناتات هذاك لا فما دي ديبلوم هما فما ديبلوم أوبتيسيان لونيتي شنو هي بالضبط؟ أنا أوبتيسيان أوبتوميتريست زوج معناها أوبتوميتريست أمي معناها نجم نقيس النظر تنجم تعرف عندي الحق في بواد دوتي ونقيس لك النظر انا يقولوا لي والله اللي يتفرجوا ديما خاطر نعمل هكا يقولوا لي نقص نظر انا صحيح عندي نقص نظر تنجم تكون تنجم تكون تنجم تكون لطف يا ربي لطف عليك كاين اللي بحب نقول حاجه اخرى قول اللي تحب فرح انا راني برنامج بتاعك نموت عليه وانا فرحانه على الاخر اللي موجوده لهنا والله محليك تصفيق عليه خاطر نموت على البرنامج شفتوا اللي جيت انا واخواتي الكل معناها واحنا معروفين على الاخر في بنزرت اوكي احنا بنزرتية ما اصلنا اصلنا الاصيل بجايه بجايه كيفي انا معروفين بيان سور ببنات البيجي داكوردو اي دونك احنا نحبوا نعملوا التعشيقه البيجيه بعد اذنك بيان سور بيان سور هكا باش نزيدوا نحضروها خذوا راحتكم سامحني واش خذوا راحتكم التعشيقه البيجيه يلا جو يلا بلادي بيجيه والله انا في بالي بيها امشي خليهم يظهروا مع واحد عاونونا اللي حافظها عاونوهم عاونوهم تعشيقه البيجيه تعشيقه البيجيه دار ما دار تربح وتنادي على رسول الله عاشق النبي صلى علي يلا سعيدة يلا مبروكة صحة ليه ديما يربح الفريكو سلمى والعروسة سلمى وسلات على رسول الله دايما ملا بالروح عليها يعطيكم الصحة تصفيق عليهم يعطيكم الصحة برافو برافو يعطيكم الصحة تصفيق عليهم عاد محليه جاونا البيجي جاونا البيجي محليه كيفاش هي شيماء حتى احنا عندنا غنيه زدوه بعمل سكر كانوا عندهم تعشيقة حتى احنا زدنا عندنا غنية المطار هاي خذوا راح تعرفوش كيفاش اللي عنده ويح عنده تعشيقة عنده تنهيدة اللي عنده كل شيء خذوا راح هاولوا يا سحب تعشيقة والله لا مش زي ما نعرفش التعشيقة زي ما نعرفش نكتشفوها مع بعض نكتشفوها مع بعض والمطوية بلاد الخير هاي هاي بلاد الجمح والشعير هاي هاي ما ناقصها كانوا زير تولي دولة هايلة إن شاء الله يا عريس وتعرس في المطوية إن شاء الله يا عريس وتعرس في المطوية يعطيكم الصحة بالله خلي يعودها واحد خلي يعودها واحد خلي يعودها واحد لحظة الجمهور خليه وحده يعاودها اللي كان ما يتكلم حد تخليه وحده يعاودها اجى في الوسط لهنا خاطر حسيت هما حافظين حسيت هما حافظين انت تتبعوا اتباع حافظهم خذ راحتك هاك الجمهور يتفرج فيك والمطوية بلادي الخير ادي القمح والشعير ما ناقصها كانوا زير تولي دولة هايلة إن شاء الله يا عريس وتعرس في المطوية إن شاء الله يا عريس تعرس في المطوية والمطوية للمطاوة ما فيها حتى عداوة ناقصها حلت بقلاوة تولي دولة هايلة إن شاء الله يا عريس وتعرس في المطوية أما فما حاجة عبد الرحيم فما حاجة في الكلمات أنا قعدت مركز الكلمات ونسلم عليهم أهالينا في المطوية محليها المطوية عايش. في جابس وجواتسين كل أنت قلت فما كلمات فما كلمات قلت ناقصها وزير وتولي دولة هايلة لوجيك أما فما فاز أخرى في الغناء ناقصها تحل البقلية وتولي دولة هايلة ديما الفرح ديما الفرح ناقصها البقلية وتولي دولة مش دولة وحدنا ولي بالبقلية تصفيق لعبد الرحيم كلمات رائعة هذه المكتوبة معك يعطيك مساحة اسمع
هذاك علاش البرنامج اسمه ملة توانسة ثقافات الباجة. والله العظيم قسما بالله لا في بالي باهي الفاز التعشيقة نتاعهم وفزت المتوين في بلشبام. هذيك هي بلادنا وهذيك هي كل بلاد ورطالها وثقافاتنا. شناش تكربسوا تو باش بيجي وحلو وزيدوا بابا للسفر. هي كيفاش قالتها باش نورمال بيجي وحلو مام للسكر. نكملوا البرنامج. واجدي اش تعمل في حياتك؟ شنو هي امورك؟ والله عندنا بروجي في الاندستري انا وخويا نخدموا مع بعض. معمل في الاندستري. معمل شنو هي؟ بلاستيك. تو سكي بلاستيك ودنيا. كيفاش تجيبوا بلاستيك؟ معناها يجيبوا لكم بلاستيك وانتم ترسكلوه؟ صحيح صحيح. نعملوا سكلاج ونعملوا من بعد فلي فاليو. الحمد لله يا ربي لاباس. غاص بالفلوس يا بالفلوس. ما عادش نتقى بالفلوس. تصفيق على وجهي ربي يعينك. خلينا نمشيو توا للسؤال الثاني ونشوفوا السؤال الثاني قداش فيه من اقتراح. السؤال الثاني فيه زاد 7 اقتراحات وسؤال يقول اسألنا 100 تونسي حاجة تحب تتخلص منها في مرتك. العصب. العصب. العصب قال وجدي تنرفيز والغش والعصب. نشوفوا العصب تنرفيز موجودة ولا ماهيش موجودة. خي مصابة عايدة عندها عندها شوي عندها ضربة عصب. فرح حاجة تحب تونسي زعما شي جاوب كي نسألوه حاجة تحب تتخلص منها في مرتك. تخرنين. 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 شوفوا تخرنين موجود ولا تخرنين في المرتبة الأولى. تخرنين. تنشوف وجدي كملوا معاك فرح. أمولة حاجة تحب تتخلص منها في مرتك توانسة مرتبة الأولى تخرنين معناها قالوا الغيرة. الغيرة. تصور. الغيرة. تصور الغيرة. حاجة تحب تخلص منها في مرتك الغيرة. صحيح الغيرة. صحيح على الآخر الغيرة. إيمان حاجة تحب تتخلص بها في مرتك مش مرتك مرتك توانسة معناها كي نسألوه حاجة تخلص. تصرف برشا فلوس. تصرف برشا الفلوس المصروف. المصروف. حاجة تحب تخلص منها في مرتك موجودة. يعطيك مساحة في فور معايا العوادي. نجيك سناء. سناء حاجة تونسي يحب يتخلص منها في مرته. توا سويس نظافة برشا. توا سويس. توا سويس نظافة برشا. توا سويس بيت سويس. توا سويس نظافة برشا. موسوسة. ماهيش موجودة موسوسة. نرجع لك شيماء مرة أخرى. حاجة تونسي يحب يتخلص منها في مرته. تنسنيس. تنسنس على أمور الخاصة فيسبوك وانستغرام. تنسنيس. تنسنس تبدأك تنسنس على أموره. تنسنيس ماهيش موجودة. حضر روحكم عائلة بن عيادة تو نجيكم. فالروحة حاجة التونسي يحب يتخلص منها في مرته. جالتيم. 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 حس قالتها بتجالتيم هي ديجا. خزرتني تجالتيم هي بينا تجالتم خاص. تجالتيم. تجالتيم. ماهيش موجودة تجالتيم. نكملوا مع عائلة بن عياد. عائلة بن عياد. تو يتشاوروا عائلة بن عياد مستر بين. تعطيوني جماعة تعطيوني إجابة واحدة حاجة تحب تتخلص منها في مرتك. إجابة واحدة باش نعتبرها هي الإجابة. البخل. 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 البخل قالت عايدة. نشوف البخل موجودة ولا يحب ينحي لها البخل. ماهيش موجودة. و57 نقطة تمشي عايدة. العوادي. قولي عاد عايدة بن عياد. نشوفوا احنا نشوفوا الاجابات نتاع التوانسه. نشوفوا التوانسه شنيا قالوا في المرتبه الثالثه. العناد وصحه الراس نصورها نوجيه. فما نساء تعاند على الاخر يعني تحس مش تدخلها درشنيه تكبش للاخر. في المرتبه الرابعه الكذب. فما الطبلعيت. الطبلعيت موجود. مش من مئة قالوا الكذب. فما اللي عندها تزفزيف. سبحان الله من هذا تفيق تزفزيف. على رجل عندها كل عندها تزفزيف. ما عرفتي سويس. في المرتبة الخامسة.
الخروج الخروج فمك اللي تموت على اللب هذيك هاي بعد جارتها ديما تتسبل ايش تجيب غربال من عند فلان ايش تجيب ديما في الحومه انت اللي مت وهذه ما تتعبش ديما في كل حومه تلقى كجاره هكا ديما تبدا تدور اللب الخروج اللب سيد ولد اللب في المرتبه السابعه المرج المرج فما اللي تمرج معناها انت قلتها تنسنيس اي كنت هذيك سقصت تاع هي تليفونك هي تخان نشوف شكوني هيك ديجا انت تو مرجتينا الكتاب تاعك المرج تليفونها تليفونها هي مرجه اجابتها صحيحه المرج نمشي تو للسؤال الثالث وتجيب حذانا امل وضحى مولا مرحبا بك عسلامة دحدوحة مرحبا كل يعيطوا لي دحدوحة دحدوحة مرحبا بك وبيك مولا اش تعمل في الدنيا؟ بروتيزيست دونتيغ كلكم واصلين سبحان الله الحمد لله مي علاش حاطين حاطين عملنا تلاقي شي تبع الطبلعية تطلع عندكم كوشة لا هما ظاهرين من شخصيتكم قويه وسنين انت اللي عاودها لسنين تخدم بروتيزيس دونتيغ تركب ال اي نعملوا التوسكي لي بروتيز و سيراميك زيركون فازيت انا مركب طلعها تنجم تطلعها سنين نوحه سنين حتى واحده حتى واحده شنو حتى واحده ناتشوريل اسكت ناتشوريل يعطيك الصحه ناتشوريل حبيت هكا ناتوريل ضحى انا عملت فرنسي وقاعده في الدار انا عملت فرنسي قلت لي شبيك ضحى شنو قريت شنو عملت ضحى فرنسي في بالك تجبد شويه من هذا الذوادي في ال... على جنب على جنب صحيح ولا جنب على جنب والكولير محليه كولير الشعر تعمل ضحى في الدنيا عملت فرنسي قعدت في الدار عرست وحبلت وكل البساط اللي قعدت نتلابس الصغار لي نسيتو الفرنسي نتصور هذيك المشكل فيدا في الهنا وتربيه الصغار هذوما نساء ولا التضحيات معناها تلقوا برشا كيفك معناها نحب نقول حل قوس صغير تلقاها تقرا درا قداش من عام ومن بعد تضحي تقول لي قراته الكل وعملته على خاطر صغارها واولادها تحيه الضحى المثال للمرات معناها نساء افار هذاك في السؤال حكينا طبلعيت والكذب فما برشا حاجات معناها مفرخ للنساء نجم نحكي لا تقولي لا تعنكم تاع الشقه لا تعليله تو باش تقولي لعروسه كي تروح من الحمام نقولوا لها ليه شنو نوريك نقول لك معناتها المراه التونسيه مش نعمل بروتيز دونتيغ و اميم تو نعمل فازيت نتاع زليل هكا وبعد تختيني وفازيت صحيت صحيت فما حكيت فما حكمت فما جبت سمعك حوايجه نعمل لكم ليفريزون ليفريزون ماركيني في الباج على الانستغرام المهم بلاش تعطيني زوز حكي يا ونجي نعمل لك حكي بلاش مش زوز يعطيك الصحة ربي عينك تخدم على روحها ميرسي عايشك الدنيا معناها انت تسوسلهم المرضى سنيهم بعد بعدهم في المرتبة الثالثة نمشيو للسؤال الثالث نشوفوا السؤال الثالث قداش فيه من اقتراح السؤال الثالث فيه ستة اقتراحات والسؤال يقول كلمة يقولها التونسي على روحه كي يبدأ قاعد في الدار قلقت كي يبدأ قاعد في الدار يقول قلقت 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 ما هيش موجودة التونسي كي يبدأ قاعد في الدار شو يقول على روحه وانا توا قاعد شيخ شيخ انت ما حددتش ما قلت شيخ ولا مش شيخ باش نعطيك الاقتراحات تقول شتاك وقريب نرقد قلت شيخ نشوفوا الاجابه شيخ شيخ ماهوش موجود شيخ تونسي كيبدا قاعد في الدار هكا شو يقول على روحك فيش يوصف روحه معناها هاي ملل هاي ملل 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 جاوب ملل جاوب مالا كعبة مالا جاو نشوفوا مالا جاو مالا جاو الجمهور فهموا السؤال والرفاهم قاعدين يجاوبوا ضحى حسب رايك تونسي شو يقول على روحه كي يبدا هكا قاعد في الدار كيفاش يوصف روحه مرتاح مالا راحة مرتاح 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 ولا مالا راحة فرق كبير ليه مالا راحة مش مالا راحة هذيك راحة مرتاح ولا مالا راحة ليه مرتاح 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 نشوفوا مرتاح موجود مريح مرتاح نكملوا معاك
عليك أمل مريح. فهمت السؤال مستر بي مريح معناها واحد مريح قاعد في الدار. عبد الرحيم شنو يا اخر محلاني محلاني قاعد بخاف في الدار محلاني يدور وحده يخزر روح في المرايه محلاني محلاني موش موجود محلاني جاسم ركش 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 جاسم بطبيعته ركش يوم اللي جاء ركش شوفوا ركش موجوده ولا موجوده برافو جاسم برافو ركش ركش عايدة تونسي شو يقول على روحك يا بقى ترانكيل ترانكيل نشوفوا ترانكيل موجوده ولا ترانكيل هو يبيدها مريح نتصور ترانكيل مريح مرتاح وجدي تونسي شو يقول على روحك يا بقى في الدار مستكنتي 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 مش موجوده مستكنتي نكمل مع عائله العوادي فتيات 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 مرحبا بكم فتيات اعطيني الاجابه كحه هذا مش اجابه اعطيني الاجابه مستكوزي هو قال مستكنتي مستكوزي 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 تونسي قول على روحه قاعد مستكوزي مستكوزي في الدار موجودة وثلاثة وستين نقطة مشات العين في العوادي منافسة منافسة راهو في الاستفزاز يعني بنات العوادي قاعدين يستفزوا في المنافس بطريقة يعني عجيبة ما يعملوا لهم هكا ويخزروا لهم هكا على جنب والله لي والله لي أنا نحب نقول أنتم تستفزوا فيهم دبروا فيهم 63 نقطة مشات عيط العوادي خنشوفوا مالا في المرتبة الثالثة تونسي توانسة شنا يجاوبوا في المرتبة الثالثة مبنك يقول لك قاعد في الدار مبنك في الدار مريح في الدار ريكش في الدار في المرتبة الرابعة مادة ساقيه للحنة فماك اللي تلقاه مادة ساقيه والله قاعد مادة ساقيه هذوما راهم اجابات التوانسه معناها التوانسه عندنا 14 تونسي مادين ساقيهم هما اجاباتهم هما التوانسه هكا جابوا في المرتبه الخامسه عبارات يعني يا حاج احنا كبرنا معناها حتى المراه قالت لي شنيا الشباب هذاك هو انا اللي نعرف انا اللي نعرفه مسخرنتي على عبد يقول لك ماهوش في وعي بيدا مسكنتي راه اما كل واحد كيفاش يقولها ولا عبارات مسكنتي بيدا مسخرنتي هذوما اجابات التوانسه وخرجنا وسالنا 100 تونسي السبعه توانسه باش شباب اللي قالوا مسخرنتي خيبه خارجه من فمي الكلمه مسخرنتي خلينا نمشيو توا للسؤال الرابع وتجيب حذانا ايمان وعبد الرحيم امونا مرحبا بك عبد الرحيم مرحبا بك انت شنو هي القطعه في بدن شيماء البارح فرقت القطايع شاطري وضبطتي وركبتي انت شنو هي بالضبط فكرني ديما فكرني انا صغيره فيهم ساعه انت اخت وانا اخت فرح بالرغم لي كلمه اخت بالكلمه راه احنا كلنا اخوه في بعضنا راه فهمت بالكلمه عويدي كلنا اخوه كلنا اخوه محلاها محلاها مع بعضكم كي تبداو كلكم اخوه شنو تعمل انت واحد تركب الزروس وتركب الاخرى انا صغيره في يوم زدت نقرا ضر عملنا هذيك اللي باش تدخلنا في حيط بالطياره معناها باش الطياره نهار اخر انت مازلت نقرا ان شاء الله شنو ناوي تحبي تعمل معناها نهار اخر شنو تحب تعمل والله برشا حاجات مازلت مازالوا برشا عندي برشا طموحات خاطر صحيت الاحسن حاجه واحد طموح شنو الهوايه نتاعك الموتورات غرام هو راه مش هوايه موتورات الموتورات الكبار ودنيا كل اي ورد بالك تلبسك الكاسكه لا غرام راهو مانيش نترينا ولا نعمل في حاجه لروحي فهمت وتسوق انا نتفرج سوق سنتر وات سوق متخيل فيك الصنعاء قالوا لي تقلب قالوا لي تقلب لا 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 مش صحيح قالوا لي تقلب ليش كنت تقلب؟ عمي سوز تراك درا شكون من العائله بتاعك ينق عليك هم اخواتك والكل قالوا الفريق العديد راه يتقلد يحبوا يحطوك في الامر الواقع قالوا قلد لنا حكه زرير عبد الرحيم مرحبا بك عبد الرحيم وبيك يا عيش ايش تعمل في الدنيا عبد الرحيم؟ انا مهندس فلاحي هاي في التكوين الفلاحي هاي
بارك الله عليك. يعيشك. صح تقولي تقولي فيها بتاع مهندس فلاحي في التكوين في تصفيق على عبد الرحيم. مهندس فلاحي وشنو تعمل في الدنيا بار الهندسه الفلاحيه والدنيا الهوايه نتاعك شنو تحب تعمل في الدنيا؟ الهوايه كان الخدمه، انا نحب كان الخدمه، ما عنديش هوايه اخرى. مع كان الفلاحه فلاحه والخدمه، عندي مشروع هكا صغير. اما في بالك الفلاحه ولا انا كي نمشي للدار نمشي سوى التستور، انا بلاد بابا تستور وبلاد امي الهواريه، كي نمشي لهم صدقني ريت ستريس الخدمه والتورناج والدنيا. ساعه اول حاجه نسكر التليفون هكا الفيسبوك والانستغرام. صحيح ولا عالم ما تقلقش منها الفلاحه، طبيعه ودنيا تلقك دجاج وعالم يا خويا ما احلاها جو. وانا انتاج حيواني، معناها تربيه الحيوانات الكل. تبيع ولا بقر وجو؟ لا انا في التكوين كون عبيد اللي تو تراو تكون كونوا... لا 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 تكون حيوانات بين تصوروا واحد يكون في عجل ولا باش يطلعك ان شاء الله تولي ثور. لا اللي يحبوا يعملوا مشاريع فلاحيه صحيح. معنا وزاره الفلاحه عندنا 40 مركز تكوين، دونك نخدم في مركز في سيدي ثابت نخدم، ويجي بحذان يحب يعمل مشروع فلاحي يجي ويتكون بحذان. مرحبا بك. صحة ودومين الفلاحة معناها مهم في بلادنا، إن شاء الله يزيدوا يتلهوا بها. إن شاء الله أمين. خلينا نجيو توا للسؤال الرابع، السؤال الرابع ساعة نشوفوا قداش فيه من اقتراح. فيه 7 اقتراحات السؤال الرابع، والسؤال يقول يا إيمان ويا عبد الرحيم، سمي حاجة نجم تقلق عبد طويل ياسر. الخطا كي يرقد. الخطا ساقي يقعد لبرا. كي تغطى راسه ساقي لبرا وكي يغطي ساقيه راسه لبرا. جميل. نشوفوا الخطا كي يرقد. الخطا. موجود الفرش والخطا. لحظة إيمان خلينا نكملوا مع عبد الرحيم لعله يعطينا إجابة أقرب. عبد الرحيم. يمكن الباب. الباب. اي واحد طويل ما لازمش يدخل من الباب. نتصور نشوفوا الباب يقلقوا الباب. الباب قال عبد الرحيم. موجودة في الأرض الفضاء نكمل معاك عبد الرحيم وتنجيب مع العوادي. الباب نتصور لوجيك الباب يبدا هكا الباب يبدا هو يتربس. جاسم حسب رأيك شنيا تنجم تقلق عبد حاجة تقلق عبد؟ طيب سروال. نعم. تايم تاع السروال. سمعت تايم تاع السروال. السروال الحوايج معناها السروال نشوفوا موجوده ولا السروال موجوده في المرتبه الاولى. في المرتبه الاولى فما شكون ما يلقاوش تاياتهم حتى في السبيدريه تلقاه يلبس بركلة بالايش و60 ايش 50 عايده المراه تقلقوا المراه اي كيفاش هو ياسر طويل وتبدا مراه قصيره حتى باش يشدها ولا حاجه مين نجم نشوف لعل تبدا هي قدك ويهبطلها يمشي يحملها تصور لوجيك عادة. المراه في العلاقه المراه موجوده كيف يبدا معاها شكون قصير. يعطيك الصحه عايدة ذكيه الاجابه بتاعك. واجدي في كي جي غابت السبيدي ما نجمش يوصل السبيدي عمر طويل ما يوصلش للسبيدريه بالسيف معناتها لازم افور يعني واحد يخزل حياته كامله يخزل ولا وقتها نوصل لك يا سبيدريه ولا سبيدريه هو ساعات تبدا ترى طفله قصيره ومعها واحد طويل ولا ترى في الكياس تمشي تخزر له تحكي معاه تحسها تدعي مش تحكي معاه مسكينك الخبزه وباكل بن تلقاها مع بعض. هنشوفوا سبيدري يربط سبيدريه نشوفوها موجوده ولا يربط سبيدريه. ما هيش إجابة قوية. وازي يربس بدري ضحى حسب رأيك نظرة العبيد ديما يغزروا له يا طويل يا حن طويل يا كيكة نظرة العبيد موجودة بالضبط نظرة العبيد. يعطيك صحة ضحى. عبد الرحيم توا عبد الرحيم شنو حاجة نجم تقلق عبد طويل ياسر وقت يجي يرقد معناها في النوم نتاعو ما يلقاش ساعات الفرش نتاعو باش نجم يرقد يتقلق في النوم. معانا انت قبيلك شنو؟ توا جيه توا جيه. لا معاكم معاكم علاه؟ انت قالت الفرش وقريب تتغطى ايمان قبيلك. لا قالت في الغطا هي لا هي قالت في الغطا قريب تزدنا زاورة خلينا نشوفوا الفرش مكتوب انت يرقد في السطح. لا لا ما يلقاش الفرش نتاعو معناها يقيس الفرش. هذيك شنو يا عبد الرحيم؟ لا لا على الفرش انا. هي هيك الفرش. بالله اقراها واحدة. ما لا تصفيق
هذيك اقراها عبد الله. هاي الفرش والخطا صحيح. صحيح تقرا الفرش والخطا. نجم نبدل ولا بدلها الخطا والفرش. نجم نبدل الريبونس. ماهيش موجود عبد الرحيم. حضر رواحكم فريق العوادي. جاسم. بروبليم تاع ظهر. بروبليم دودو. بروبليم ظهر عنده بروبليم ظهر. يقوس. ها؟ الون تيري. اي مسكين. نشوفوا بروبليم ظهر. جاسم موجودة بروبليم ظهر عائلة من عياد اخزروني لازمكم تخلطوا راه 206 206 هما لازمكم تخلطوا حتى 103 200 لازمكم تخلطوا واضح اعطيوني اجابه هذه خاطر كان جاوبوا توا تاخذوا النقاط شنو حاجه تقلق انسان طويل شوفوا مع بعضنا معناتها لا سي بون توا تعطيني الاجابه ديريكت جهه ساقين كي جي سلم على عبيد يبوس العبيد باش يطمن وجهه ساقين هي الاجابه نتاع عايده وجهه ساقين وجهة ساقين ماهيش موجودة وجهة ساقين تشيل عائلة العوادي عائلة العوادي واحد بركة يعطيني الإجابة في ساعة شنو هي الحاجة تنجم تقلق عبد طويل ياسر كي يجي يطلع في الكهرباء يسوق معناها السواقة كي يجي يسوق في الكهرباء كي يجي يسوق 100 نقطة 100 نقطة تمشي لعائلة العوادي الإجابة الإجابة نتاعهم لوجيك وتراو في الإجابات هذيا الكل مشاكل ينجم يتعرض لها العبد طويل عائلة بن عياد معناها بس ستولهم عطيتوهم الثنية على الآخر جاوبنا هما سناقر الفتيات هذوما كي يتلموا هكا يخرجوا بإجابة نقول لكم راهو الحاجة الباهية في برنامجنا مازالت فما مازال سؤال آخر الساعة ومازالت فما بارتي كاملة راهو تنجموا تخلطوا ما وفاتش توا اللعبة هكا بديت وعملنا برشا حلقات فما شكون صفر نقطة وما خلطش وخسر وفما شكون صفر نقطة وقلب بالكرة خلينا نمشيو توا للسؤال الخامس السؤال الخامس يجيب حذانا سنة وجاسم يجاوب حذانا مرحبا بك ولا يا سوسو ايش باش تبوس هذه المرأة خدك البوس مرحبا فيك سناء مرحبا سناء سناء انت بنت عويدي اخت شيماء انا انت اخت شيماء اخت شيماء محلاكم هكا عائله مع بعضكم قرب بعضكم شنو تعمل بالضبط انا بروفا بروفا تاع جيستيون وام كوكي كريم اسمي ولدي زيدا هاي تحسبني كي ولدك معرسه وعندك وعندي ولدي ربي يفضلك البامبير ويفضلك المسلم جاسوم محليك صاحبي جاسوم شنو تعمل في الدنيا جاسوم شنو هي امورك؟ نخدم مع وجدي خويا كما قال لك مع وجدي فلاحه والدنيا والجو لا مع وجدي وجدي شنو يعمل؟ بلاستيك والدنيا بلاستيك و في الخفيف في الخفيف في الخفيف وجدي قال لي فيها شويه فلوس الزوز معناها عندكم الاناقه عندكم منظمينك وتشبهوا شويه لبعضكم جوست شوي زرع لهنا هو خاطر وجدي اكبر منه انا على الطبط هذاك لا لا مازلت عندكم الصنطوعة زوز عندكم سمعوا فين بالصنطوعة جسم صنطوعة يعيطوا له في الحومة مع فضلك عليك شوف الصنطوعة حتى انا عندي راه عندي السنتيع انا عندي خلينا نمشيو توا للسؤال الخامس وركز معايا جاسم خويا لازمكم تجاوبوا المرة هذه وتخلطوا نشوفوا قداش فيه من اقتراح السؤال فيه سبع اقتراحات والسؤال يقول سمي أشهر أغاني الهادي حبوبة كمال أسمردوني نعم شو من دخلتها في حيط يما الأسمردوني جاسم يما الأسمردوني تاع صلاح مصباح يما الأسمردوني ركز وجدي سنة أشهر أغاني الهادي حبوبة عندك وقت ثاني اي نعرفش اسمها ما نقول نعرفش اسمها بالضبط اي ميسيلش نتاع سيت كوم تبتي العزيزه هذي الجينيريك تاع عوج فيكم التوانسه سايبه اغاني الكل معناها وقت لي الجينيريك نشوفوا احنا موجوده نسيبتي العزيزه ماهيش موجوده نرجع لك جاسم وما يتكلم حد ما تعاونوش بعضكم كاش تخسروا بعضكم اغنيه الفنان الكبير هذه حبوبه كبير ياسر ضعت عندك وقت وجدي عندك وقت عدل عدل سنة
يا نانا يا نانا يبيك يا نانا اوف يا نانا اوف يا نانا نشوف اوف يا نانا موجوده ولا قاسم كيفي يا نانا اللي طور المزود في تونس وهو متسمي عليه متسمي عليه المزود في تونس هذه حبوبه حبوبه ايه حبوبه ما لقيتهاش توينسا سور على المان سنه يا بير ماتر 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 شوفوا موجوده ولا يا بير ماتر ماهيش موجوده سور دلاجينو يا بير ماتر جاسم يا جاسم حسبنا قدام توانسة جسم والله العظيم لبس وراي ومجلجل شعرك تعرفش وجاي البر بلاش تسمع انت فن اش تسمع فن والله انا اسمع حتى هذه حبوبة ما توا ضاعت عليا جمل ضاعت عليك توا جملة جملة زاد بدي تصير ايه اعطيني اعطيني حتى عنوانك لنجم يطلع حبوبة روح من السوق عمار فاتك الوقت نوقف باهي مسيش غنيها جيوه هو أنا هدويو مسج عشاق الدنيا عشاق الدنيا عشاق الدنيا عشاق الدنيا مش موجودة مانيش مكمل أنا روح من السوق عمار روح من السوق عمار موجودة ولا روح من السوق عمار روح من السوق عمار أنا خليته للآخر قلت أسف سويسة ما خلوش روح من السوق عمار هذه حبوبة كان تركزوا تعطيوني الإجابة ما تاخذوش برشا وقت يا سناء اي اي عندهم الإجابات الجموع عندهم الإجابات ظاهرين سناء سناء اعطيني الإجابة نسيت نسيت يقدل علي يقدل علي قال جاسم يقدل علي الحمد لله عليكم يقدل علي يقدل علي واش يقولوا فينا واش يقولوا فينا كذب اللالي يا كذب اللالي واش يقولوا فينا كذب اللالي واش يقولوا فينا تلمو فرحتي جاوبتوا عايدة يا بابح يا بابح يا بابح يا بابح ذو قلبي لح يا بابح يا بابح كيفاش توانسة ما جاوبوش عليها يا بابح يا بابح ذو قلبي لح يا بابح يا بابح كل بيبه واجدي يمشي ويجي يمشي ويجي متاع نور الدين الكحلاوي ما نشوفه لعلها فما تونسي قال يمشي ويجي ايش موجودة ضحى زمياتي زمياتي ايه زمياتي موجودة ولا ايه زمياتي فك عليك اخطاك الزمياتي معروف الحايم حسب رايك والله غابت عليا الاغاني الكل والله غابت عليا والله غابت عليا لا لا ما جاوبتش قلت غابت عليا ما زلت ما جاوبتش غابت عليا ما زلت ما جاوبتش قلت غابت عليا الاغاني الكل ديجا عندك وقت هي. هي. يا فاطمه يا فاطمه هكاك يا فاطمه لعلها قال فاطمه يا فاطمه قال الحايم يا فاطمه ماهيش موجوده ونمشي لعند العوادي عائلة العواد يعطيوني 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 هو اللي يقول اعطيونا الجو نعطيكم ربو ليه عندي غزالي على السر والكمون عندي هو غرفة برمضان عندي غزالي على السر والكمون عندي غزالي على السر والكمون عندي غزالي ماهيش موجودة 27 نقطة تمشي لعائلة بن عياد برج ولاية ما عجبتونيش في هذه بالذات فنان الكبير هذه حبوبة وكم باش تسمعوا الاغنيات وعادي ما لومش عليكم برنامج وكل واحد يغيبوا عليه الاجابات خنشوفوا في المرتبة الاولى تويس اش قالوا في المرتبة الاولى في المرتبة في المرتبة في المرتبة الثالثة اغنية معروفة في المرتبة الرابعة
في المرتبة الخامسة. ما شبوك عربي يا مريم، ما شبوك عربي يا مريم، ما شبوك عرب مسبوب صب. في المرتبة السابعة. يجاوب حسين عايد العوادي. عايد العوادي هما الفايزين في الجولة الأولانية، ولازمكم تحتفلوا بالربح نتاعكم، باش نحطوا لكم أغنية ليلى والمز والخدام، وباش نبعثوا الإشهار. ونحب نقول التوانسة تبعثوا لنا إيه مع 85-811، إيه مع 85-811، وتقسموا 100 مليون مع عائلة من العائلات نتاع اليوم. يجاوب حدانا زاد عايش بن عياد انتوما. خلينا نختموا البارتي الاولى بالجو، باش نحطوا لكم ليله والمز وتخدام، ونشوفوا الجو ونعملوا جو مع بعضنا، ونتقابلوا في الجوله الثانيه من ملا. مازالوا لكم بعض الدقائق وتربحوا اشترى المبلغ اللي باش تربحوا العائله الفايزه معانا الليله. ابعثوا لنا اس ام اس في حرف ام على الرقم 85 811.